الحياة عذاب كتير كتير. بس سوري كانت شعري صرت انقهر وابكي ونهرب بتحمم بلبدي مرشد وما في شهر. هذا مهدي ابن السنوات العشر الذي كان قد ظهر في تقرير بثته قناة الجديد متحدثا عن معاناته مع السرطان. انتشار المرض في جسده الصغير يهدد حياته، لكنه لم يتمكن من الأمل في داخله. استقبل الطفل المحارب في وزارة الدفاع استقبال الأبطال، وهذا حلمه. أنا بحب الجيش اللبناني، وإن شاء الله بس أعمل عملية وطيب بدي أسيب الجيش اللبناني وأخذ بلدي لأنه بحب. جال مع فريق الوزارة وضع إكليلا من الزهر على ضريح شهداء الجيش، زار مبنى الشرطة العسكرية، شاهد تدريبات المكافحة وعاش تجربة الجنود في البحر. ابتسامته فرحا بالتفاصيل تغلب على الأوجاع وانتصار عليها. وما دامت سنوات العمر ليست مقياسا للحياة الغنية، فإن مهدي ربح الحرب على المرض وانتهى الأمر.